السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بشار ابو خليل من قناة جي تو جي. اليوم رجعت لكم ايضا بالموبايل، ان شاء الله راح افتح باكجات وان شاء الله حظي يقعد زين بعون الله. وبعد ما افتح باكجات ان شاء الله راح العب سولو. ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم وان شاء الله نفوز، يعني بعون الله راح نلعب بالموبايل. اتمنى من عندكم دعمكم باللايكات والمشاركات وحياكم الله. يا ربع، طبعا بالنسبة للباكجات نازل باكج جديد اللي هو الجستس، هذا الجديد راح افتحه وياكم اشوفكم اياه. عندي صناديق 10 ولكن راح افتح بالفلوس بعدين. لا ولا اقول لك خلي افتح بس صناديق بالبدايه خلي اصير لوت. ما طلع لي؟ طلع لي فاسه مال بنكيه مال ساكورا زائد، ما طلع لي شيء. يلا بس هاي طلعت لي زين. راح نفتح مره ثانيه بالقسيمه. عندي هاشين القسايم، يلا اقسم على اللبسه يو ام بي. حلو طلع انكر هنا ذني. اريد اللبس الميثيك فاشن واخوذي ميثيك فاشن ان شاء الله حط ان شاء الله مو مثل كل مرة. نفتح بعشرة ثانية. حلو قاوة حامل العدالة المقلاة زين. اديش قطعة واتس شوفكم يا يعني. عندي قسائم موية بس لا يطلع لي شي. ليش هيك حظي اليوم؟ شيكو ها؟ ايه شيكو شيكو. نفتح بعد بآخر قسيمة. حلو السموك. اللبسة وين؟ اللبسة وين؟ نفتح بعد عمي ب 18 اللي بجد اذا ما طلعت لي اللبسه اليوم. مو هاي مو هاي مو مال مجموعه الارنب المستقبليه. لا لا مال ساكورا اريد مال 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 اللبسه الجديده. واقي راس البيض عيد الفصح. ليش هيك اليوم حظي شكو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله تدري والله ما بايقين الفلوس، والله العظيم ما بايق. يا ربي ليش؟ خش الام اللبسه عوش عوش مجموعة حامل عدالة. يلا والخوذي. لا اله الا الله لبسه وين تضرب؟ خلصت فلوسك يا صابر. يلا دير وجهك. والله شو ما طلع لي زين. ليش ما طلعت لي هاي اللبسه؟ اللبسه الحلوه ما هاي حلوه والله. انتبهت لها زين. الخوذه وين يا ربع؟ طلعت لي اللبسه والخوذه. شوفون شلون لابس ما طلعت لي هاي اللبسه وهاي الخوذه. شوف ايش قد حلو طالع. اشوفه والله باللبس باللبس. اوش اوش ويل ارنب. طلعت ويل ارنب صح. اذا اقول دا اقول ليش ما تطلع الخوذه على مود الارنب زين. هاي شو لبسها؟ لبسها هاي الجنطه. لا ما ترام، لا ما ترام ابو خليل، هاي ما ترام. لا تحاول زين لبسها هاي. اي هاي ممكن، هاي هاي ممكن. هاي يو ام بي ساكورا اوكي. الطاوة هاي مال بيض وهذا المنجل زين. طيب الامور حبايب قلبي رحت ورجعت وبدلت والان انا جاهز راح العب سولو وراح اشوفكم احترافي بالموبايل. كونوا جاهزين. طبعا هاي اللبسه اللي طلعت لي شوفوا شلون حلوه شلون تجنن. ميثيك فاشن زائد اذانات الاطوال مكتوب عليها دي 7 دي 7 لولي مو دي 9 لولي مال قياده. انزل بمود الجديد مال سانوك. طبعا المود يجنن. الحلو بيه انه تقدر تشتري بضاعتك، تشتري كل غراضك دايركت، وتقدر ايضا تسافر ونفس الامور هاي تروح تسافر بالمنطقه الثانيه. اوكي هاي المناطق هي مناطق بيها لوت هوايه زائد بيها هيلات هوايه. الحلو ان تجمع عملات تقدر تتعارك بيهن، تقدر تشتري اسلحه قويه بيهن. لا ماكو شيء. بس
يلا نجرب تجربة ثانية لين بعرض السريع السريع. الرسومات عناصر التحكم خليها هيك. وين ننزل وين ننزل وين ننزل؟ هاي بعيدة وهاي بعيدة. أنا دائما أحب أنزل أول مكان، أول مكان باللعبة أنزل به. وياي واحد بس واحد إيزي. ليفل خوذة 3. ليفل خوذة شنو؟ ليفل درع والخوذة 3. من هذا النوع. اوكي اقعد اوكي. عندك سلاح وانت ابوتك هاي ادرت تلوت هاي هي تقوم تغلق نار. هزم عليهم جسر وما لاوفهم. ربا شنو رايكم بحركتي بالموبايل؟ في الجروحة دربية والله العظيم دربية في الجروحة. واحد صار بي ورب بس دربية موجود بالموب راح سنفجر روحة. عوش دربية بالموب راح سنفجر روحة. لك ايش قد مرعب فتاك. لك فتاك اسم الفتاك يصيحولي بالألعاب الشعبية توكي حيا ودرج تعابل اي شيء لعبة افتك بي. مدرسة مدرسة غيقة اقعد هاي كم كيل صارن؟ ثلاثة باعي الربع. عاني تدرون بي لعبة بالموبايل كلش محترف بس ما راح اقول لكم ايش سويت. هسه انا كاتل اثنين صح؟ القرأ واسمي ماتوا 10 وهسه فجر روحه 10 يعني كاتل 22 واحد. العشره الاولى لما كنت ماشي هذا الفجر روحه 10 مثل سووا نفس الشيء. ناس نيدا شوفوا الكل مسج وهسه من كثرت هم مات 10 ايش قد صار 22 كيل حتى لا تقولون هذا خفت. ما تكتب كل كيل مسج زيدين ما صفر. هاي 30 كيل. شوف قاموا يموتون بابا ورب قاموا يموتون. رجع حد يواجهني كلها بس تسمع اسم تموت
اسم بس تقرا اسمي تموت شنو تسمع اسمي اللي دروب اللي دروب يا عب صدق لو شغل ورب الكعبة مو لعب ورب الكعبة مو لعب يا رب يا رب تموت ان شاء الله وما حد يقول لك من انت طبعا هذا مغثة والله العظيم والله العظيم بعر ام السالفة 30 كيلو وهو ما عنده بس تكلم شفتوا الدروب الجديد الحمد لله طلعت لي هاي اللبسه المقطع زائد انه دا اسولف لكم على الموضوع الحدث اللي صار انه حولوه لسان وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله استمتعتوا وياي بالفيديو صح اناني شويه ضعيف في الموبايل ولكن شوي جاء تطور ولكن اكو حدث جديد اللي هو مال بدلة الزمرد مال الرجل هذا اللي قدامكم مجموعة عملة الجمل لازم تسوي المشينات على مود تقدر تحصلها يقول لك اقطع مسافة 5000 متر بالمركبة انفق 10 عملة غير معروفة انا هذني كملت اكمل مباراة الحق ضرر 400 بصورة اجمالية تعد الصحة مالتك 50 عندكم هنا اكمل 3 مباريات هذني المشينات زائد الاسترداد مال عمل مال الجمل هاي هاي الاحداث ايضا ادخل عليه هذا الحدث وان شاء الله تكمله اتوقع جائزة جدا رائعة حبايب قلبي لا تحرمونا من لايكاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته